انا فرحانه بزاف انني كل يوم هنايا في ميكراما في الجمهور البيضاوي هو الاول اللي كيشوف هذا الفيلم ديال السينما، ومعايا تيتيز، معايا هناء المرينيه، ومعايا حياه عبي الممثلات زوينين اللي صافي بليزير انني نكون معكم في الكرون تيكرو. فيلم 100% كوميدي، فيلم ديال العائله ديال لو غون بوبليك، شي حاجه اللي هي زوينه بزاف. الكافالي ديالي ولا صاحبي العشيري رفيق بوكر كنخدم انا وياه لوكو بوغ لا ثوازيام فوا، صافي تري غون بليزير. ومرحبا بكم كاملين هوليوود سمايل، فيلم دو توب. تفضلوا لي زامي. شكرا بزاف حيت جيتو اليوم، وشكرا للجمهور الغفير اللي جا. ان شاء الله يعجبكم الفيلم والمغاربه كاملين مشيو تفرجوا فيه، فيلم عائلي بامتياز. كنت سعيده انني نكون مع هاد النجوم ومع حياه ما شاء الله، هي فنانه رائعه جدا، فاتنا الفيلم غيكون شي حاجه مزيونه بزاف. فيلم لو رول ديال سهام المفششه ديال العائله، حنا يعني معروف علينا في المجتمع المغربي كل عائله كتكون عندهم ديك البنت المفششه، وسورتو فاش كتغيب الام والاخت وهي اللي كتبقى يعني الاخت الوحيده مع خوتها، دونك كتبغي تفرض الوجود ديالها وتدير وتقوم بالدور ديال الام وديال الاخت اللي توفاو. دونك فيلم كوميدي كيناقش واحد الموضوع مضحك، كيهضر على واحد صانع الاسنان اللي كيتخيل راسو طبيب وغيمشي ليه واحد الفم بطريقه او باخرى بلا ما نحرق لكم احداث. ودونك هنا غتبدا واحد الصراعات ما بين جوج واحد العائلات. تفرجوا في الفيلم وغتعرفوا القصه كامله، وكنتمنى الفيلم يعجبكم. شكرا. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيل بريس، وتبارطاجيو مع صحابكم.